إذا شكرا للحضور الكريم، شكرا متناظرات ومتناظرين اللي حاضرين معنا في هذه المناظرة الرقمية الرسمية الأولى اللي كتجي على هامش برنامج صوت الشباب المتوسط في إطار المناظرات الرقمية اللي كيقوم بها في هذا الشهر ديال أبريل. بطبيعة الحال هذا البرنامج سيمتد تقريبا إلى نهاية الحجر الصحي. كنتمنى أن الجميع يكون في امان. تنبغي نشكر المجلس الثقافي البريطاني على المواكبه والدعم ديال هذه المبادره، شخص السيد المدير توني رايلي والسيد ايضا مديره برنامج صوت الشباب المتوسط غزلان العاشر وكاع الطاقم ديال برنامج ديال المجلس الثقافي البريطاني اللي تيدعم هذه المبادره دي. ايضا المويسرات الرئيسيات فاطمه الزهراوتي وسوريا العماري اللي تيواكبوا ايضا هذه المبادره ديال المناظرات الرقميه. كما لا يفوتني انني نشكر المويسرين والمويسرات النظراء اللي مشاركين، سواء اللي مشاركين في هذه المناظره او اللي ما مشاركينش في هذه المناظره. بطبيعه الحال راه كاينين وكل واحد بالدور ديالو اللي غنذكر بهم بعد قليل. قبل ما نبداو يعني الامور التقنيه على المناظره ويعني السير العادي اللي غتمر فيه المناظره، كنبغي اولا نعطي الكلمه للاستاذه غزلان عاشر مديره برنامج صوت الشباب المتوسطي باش تبدا هذه الجلسه ونبداو على بركه الله. شكرا ابراهيم، شكرا للحضور، شكرا المويسرين، شكرا للضيوف الكرام الالتحاق بنا في اول مناظره من ضمن سلسله المناظرات الافتراضيه الخاصه بصوت الشباب المتوسط. لا اطيل عليكم، انا اعطي الكلمه مباشره لمدير المجلس الثقافي البريطاني في شخص استاذ توني رايلي. توني، يو كان جو هيد، سو ذا فلور از يورز. ثانكس. ثانك يو، ثانك يو. السلام عليكم. Welcome, everyone, to this, the first of the online Young Mediterranean Voices debates. It's wonderful to see so many familiar faces on this platform. I'm pleasantly surprised to see many of you who I've met under the Young Mediterranean Voices program. It's great to see Brahim, Khadija, Fatma Zahra, Rashid, Rahma, Rokia, Mohammed, Yusuf, Lamia, Anwar, Ilham, Intisar, Yunus, and many, many more. I just want to start by checking to see how you are, how your families are doing, and you know, our thoughts are with everyone during this unusual time. So I hope that you and your families and your loved ones are all safe and well. I'd like to thank you all for your enthusiastic participation in this new series of Young Mediterranean Voices debates that we will be conducting tonight in Arabic, next week in English, and there will also be French debates. So thank you very much, welcome. I'll just pause there in case Ghislaine wants to translate. Yeah, sure. Thank you, Tony, thank you. أرحب بكم، أرحب بالجميع، وأنا جد سعيد أنني أرى بعض الوجوه المألوفة اللي تم الالتقاء بها خلال أنشطة صوت الشباب المتوسط. فأشكركم جميعا للحضور وأتمنى أن تكونوا بخير أنتم وعائلتكم. أشكركم كذلك على مشاركتكم الحماسية والفعالة في هذه السلسلة الجديدة من المناظرات الافتراضية الخاصة ببرنامج صوت الشباب المتوسط باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. Thank you, Ghislaine. I hope that all of you are managing to remain positive and upbeat despite the lockdown and the emergency measures. These are necessary now, but this time will pass and all of us will emerge on the other side stronger, wiser, and with a renewed sense of purpose
and togetherness and humanity. I'm sure many of you are familiar with the Ubuntu philosophy of I am because we are. And I strongly believe that collectively we will move beyond this moment in our history and we will come out stronger and more united and with a clearer sense of who we are and what we want to do collectively together. آملوا أن تظلوا إيجابيين ومتفائلين على الرغم من هذا الحجر الصحي، الأمر الذي يعتبر الآن ضرورياً ولكنها فترة مؤقتة وستزول إن شاء الله، وسوف نخرج بها على الجانب الآخر لنكون أقوياء وأكثر حكمة وشعور متجدد بالهدف إن شاء الله وبالعمل الجماعي. I mean, never has it been more important to share, discuss and debate ideas and solutions to the global issues that we now face. You all know that what we're going through now is the opposite of déjà vu. It is jamais vu. And if the COVID-19 pandemic has taught us anything, it's that all of our lives are interconnected. We are in this together and we will come out the other side together. ومن المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى إطلاقاً هو أننا نشارك ونناقش أفكار وحلول لقضايا عالمية التي نواجهها الآن. يعني العبارة اللي هي كنقولوا دائماً ديجا فيو يعني أصبحت الآن هي جامي فيو. فإذا علمنا بأن جائحة كوفيد-19 هي علمتنا شيئاً فهذا الشيء هو أن حياتنا مرتبطة وأننا نحن في هذا كلنا معا وكلنا في سفينة واحدة. Thank you. I mean, I'm delighted with the motion that you've chosen for tonight's opening online debate. With over 1 billion learners now out of school around the world, over 1 billion, distance education has been accelerated around the world. What will this mean for the shape of education when we emerge on the other side of this crisis? I look forward to hearing the arguments and the views that are expressed on both sides today. And I promise to you that I will share what comes out of this evening's debate with Ministers Amzazi and Wawicha over the next week or so. We are in regular contact and they are aware that this debate is taking place and I'm sure they will be very interested in your views. فأنا مسرور جدا بالموضوع الذي اخترتموه للمناظرة الافتتاحية لهذا اليوم، فمع وجود أكثر من مليار متعلم ومتعلمة خارج المدرسة في جميع أنحاء العالم، فقد تم التعجيل بالتعليم عن بعد. ماذا يعني هذا بالنسبة للشكل الذي سيأخذه التعليم عندما نخرج على الجانب الآخر من هذه الأزمة؟ فإنني متطلع وأتطلع لالتقاط الحجج والآراء المعبر عنها من كلا الجانبين حكومة أو معارضة خلال هذا اليوم، والتي سأدلي بها وأطلعها على الوزراء في شخص أمزازي ووعويشة، لأننا على اتصال مستمر معهم وسأتصل بهم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، لأنهم هما على دراية بهذا الموضوع الذي سيناقش في إطار التعليم اليوم. Thank you, Ghislaine. And finally, let me encourage you after this debate to please take time to look at our website, the BritishCouncil.ma website, our Facebook pages, and our MA_British Twitter account. We've been putting lots of online resources up on the social media platforms, and these are ways to, as we say, hashtag stay at home, but hashtag stay connected during these challenging times that we're all facing. Please stay safe, and above all, stay healthy. Thank you, Shukran Bazaf. And
good luck with tonight's online debate. Thank you. أخيرا ألتمس منكم وأشجعكم على تخصيص بعض الوقت لإلقاء نظرة على موقعنا الإلكتروني للمجلس الثقافي البريطاني الذي هو www.britishcouncil.ma وعلى صفحتنا على الفيسبوك وعلى حساب تويتر للحصول على الكثير من الموارد والموارد والأدوات عبر الإنترنت وكذلك للحصول على طرق البقاء في المنزل من خلال هاشتاغ البقاء في المنزل أو لبقوا في ديوركم ولكن بالبقاء على اتصال خلال هذه الأوقات الصعبة التي نواجهها جميعا. فأشكركم جزيلا وأرجو أن تبقوا بأمان وحافظوا على صحتكم قبل كل شيء. فشكرا. شكرا غزلان، شكرا سيد المدير، شكرا ايضا نشكر احنا لذلك هي منسقه التواصل ودعم المشروع من تونس اللي كتساهم معنا ايضا في هذه المناظره الرقميه الرسميه الاولى. وكما قلت سابقا هناك برنامج للمناظرات الذي يبتدئ اليوم بالمناظره الرقميه الاولى باللغه العربيه، على اساس ان الاسبوع المقبل ستكون هناك ايضا مناظره باللغه الانجليزيه ومناظره بعدها باللغه الفرنسيه ثم هكذا إلى أن تنتهي يعني سلسلة المناظرات، سلسلة المناظرات الرقمية التي يسهر عليها صوت الشباب المتوسط بالمغرب. نبدأ المناظرة ديالنا، وقبل ذلك أريد أن أقوم ببعض التوجيهات الأساسية بالنسبة للحضور الكريم الذي نود أن نشكره أيضا على الحضور في هذه المناظرة والمواكبة، أنه يمنع منعاً كلياً التحدث مع المتناظرين أثناء المناظرة أو طرح أي سؤال، ثم أن سوف نخصص مساحة لاستقبال أسئلة الحضور والجمهور في عبر المنصة. كاين واحد يعني المكان مخصص لطرح الأسئلة أسفل ديال الشات، تقدروا تطرحوا اي سؤال اثناء المناظره يعني كتابه وتقولوا لنا السؤال من موجه باش في الاخير نقوموا بطرح السؤال على الفريق المعني بالسؤال او العضو عضو المناظره عفوا المعني بالسؤال. وايضا سيتم فتح نقاش حول المناظره، اذا كنتم انتم الحاضرين معنا في المناظره مع او ضد المقوله اللي غنعلنوا عليها، اشنو كان غيكون يعني وجهه نظر ديالكم، نبغيو نسمعوها ايضا بعد نهايه المناظره. بالنسبه للمناظره فهي ستقام على مبنى البرلمان البريطاني الذي يعتمد على اربعه فرق. بالنسبه للمقوله التي سوف نعتمدها في المناظره لهذه الامسيه تقول: يعتقد هذا المجلس أن التعليم عن بعد في المغرب يجب أن يستمر بالموازاة مع التعليم الحضوري بعد وباء كورونا. إذن على بركة الله نعطي الكلمة للسيد رئيس الحكومة في الخطاب الأول من 5 دقائق، فليتفضل. مشكور. شكرا للسيد رئيس جلالة التحكيم، تحية طيبة لزملائي في فريق الحكومة وتحية طيبة لزملائي في فريق المعارضة وللحضور الكريم. اليوم نحن أمام موضوع اللي هو موضوع الساعة وموضوع جد مهم، والذي يعتقد هذا المجلس أن التعليم عن بعد في المغرب يجب أن يستمر بالموازاة مع التعليم الحضوري بعد وباء كورونا. يجب أولا قبل الخوض في غوار هذا الموضوع أن نعرف أهم المصطلحات التي جاءت في هذه المقولة، حيث أن تعريف الجمعية الأمريكية للتعليم عن بعد هو التواصل للمواد التعليمية أو التذيب عبر وسائل التعليم الإلكتروني، يشمل الأقمار الصناعية وأشرطة الفيديو والأشرطة الصوتية والحسابات التكنولوجية الوسائط المتعددة أو غيرها من الوسائط المتاحة للنقل المعلومات. ويتم تعريف التعليم الحضوري بأنه عملية منظمة تهدف إلى اكتساب الشخص المتعلم الأسس العامة البانية للمعرفة، ويتم ذلك بطريقة منظمة ومقصودة بأهداف محددة ومعروفة من خلال التفاعل المباشر بين الأستاذ والطلبة.
ويعرف فيروس كورونا هي ضمة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر تتراوح بين نزلة البرد والعادية وبين الانتزامات التنفسية الحادة والوخيمة، كما أن الفيروسات من هذه الضمة تسبب في عدة أمراض حيوانية. يعني من خلال التعريف ومن خلال ما تم التطرق عليه وفي بناء قضية الذي محل بين أيدينا اليوم، يعد التعليم عن بعد وسيلة فعالة وهادفة ومهمة للحصول على المعرفة والاكتشافات وقت حدوثها، وذلك لمواكبة متغيرات هذا العصر ومسيرات مستجدات في الوقت ذاته. وقد أصبحت المجتمعات التي لا توظف وسائل وإمكانيات وطرائق التعلم عن بعد مجتمعات غير متطورة، ويصعب عليها التعايش في هذا العصر والمتلاطم بالأمواج المعلوماتية. ومن هذا المنطلق يتضح لنا أهمية التعليم عن بعد، وتبرز لنا قضية أو هدف أساسي الذي سنحاول أن ندافع عليه من خلال أطروحتنا، هو أنه يجب استمرارية التعليم عن بعد مع التعليم الحضوري. يجب أن تستمر فيه الدولة المغربية بعد جائحة كورونا نظرا للأهمية الذي يوفر للطلبة والكم الهائل، وكذلك يحد من الفوارق الاجتماعية حيث تكون المعلومة متساوية ومضمونة على قدم وساق بين جل المتعلمين، وهذا من بين أساسيات التعلم والذي سيشكل دينامية وسيشكل واحد النهضة الذي يمكن الاعتماد عليها في وطننا العزيز. وتحية طيبة. شكرا سيد رئيس الحكومة على الخطاب الأول. إذا نذكر دائما أنه هناك فرصة لأخذ نقاط معلومة مباشرة بعد الدقيقة الأولى من الخطاب وقبل الدقيقة الأخيرة دائما من الخطاب، ونمر إلى المتحدث الثاني في المناظرة والأول في فريق المعارضة السيد زعيم المعارضة في 5 دقائق. تفضل. مساء الخير. بداية أحيي سادة أعضاء لجنة التحكيم، وأحيي سادة أعضاء الحكومة والسادة أعضاء المعارضة، وأحيي الحضور الكريم مع حفظ مقاماتكم وألقابكم. كما تعلمون اليوم أن وباء كورونا هو موضوع الساعة، وهذا الوباء يعني جعل من الإنسان المكوث وفرض عليه المكوث في البيوت، وهذا المكوث في البيوت شل مجموعة من القطاعات والمجالات، أي الحركة شلت بتاتا، وبهذا بدأت هذه الدول بالقيام بمجموعة من الإجراءات من أجل تدارك الوضع. ومن بين هذه الدول هي المملكة المغربية، وهي بلادنا التي قامت بإجراء التعليم عن بعد. واليوم نحن في إطار وفي صدد تجريب هذه المنظومة التعليمية عن بعد، تحيلنا هذه التجربة إلى موضوعنا اليوم، والذي يعتقد هذا المجلس أن التعليم عن بعد في المغرب يجب أن يستمر بالموازاة مع التعليم الحضوري بعد وباء كورونا. قبل كل شيء، تحدث السيد رئيس الحكومة عن إحصائيات وأعطانا مجموعة من الدراسات، ولكن هذه الدراسات كانت دراسات عالمية وليست بدراسات على المستوى الوطني، على تتحدث عن المغرب وعن ما هي الظروف وما هي المعيقات وما هي المشاكل التي تواجه بلادنا في مسألة التعليم عن بعد. وهنا أحيلكم إلى العالم القروي ببلادنا. نتحدث أولا عن العالم القروي وانعدام شبكة الإنترنت، بل انعدام كذلك الأجهزة التي يمكن أن يتوصل بها التلميذ أو الطالب إلى هذه المعلومات. أولا الآباء، نتحدث كذلك عن الفقر الذي تعاني منه فئة من المجتمع المغربي وخصوصا بالعالم القروي، أن الآباء لا يستطيعون تحمل تكلفة التجهيزات، إضافة إلى ضعف صبيب الإنترنت وغيابه التام في بعض القرى، ضعف التجهيزات في المدارس لنقص الدروس. كيف يمكن لهذا الأستاذ أن ينقل هذه الدروس عن بعد ولا يتوفر على تجهيزات، لا يتوفر على حاسوب، لا يتوفر على كاميرا؟ إضافة إلى أننا نحن نتحدث عن تعليم عن بعد، نتحدث عن تجهيزات، نتحدث على أباء، ونتحدث على قدرة الأباء على توفير هذه الأجهزة، حيث يوجد أكثر من تلميذ أو 3 في الأسرة، كيف يمكن لهم أن يدرسوا في الحاسوب في آن واحد؟ إضافة إلى استطلاع، حيث قام مجموعة من الفاعلين باستطلاع الرأي مع أزيد من 500 تلميذ في مستويات مختلفة، أكدوا أنهم لا يستطيعون المواكبة لعدم
لعدم تكسير الدروس بفترات استراحة وضعف شبكة الانترنت ببلادنا، إضافة إلى أنها ستكلف ميزانية الدولة يعني أموال باهظة لا تستطيع الدولة أن توفرها من تجهيزات، حيث أن هذه المسائل تحتاج إلى يعني تقنيات، تحتاج إلى تكوين الأساتذة، تحتاج إلى يعني أن نعطي تعويضات لهؤلاء الأساتذة الذين سيقدمون دروس عن بعد للتلاميذ. لا يمكن، لأن الدولة عاجزة على أن تسدد هذه المسائل، ولما لا نستثمر هذه الأموال في 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 التعليم في التعليم الحضوري من أجل تجويد هذه الخدمة هذه. إضافة أننا لا يمكننا الحديث أيها الحضور الكريم، أيها الحضور الكريمة السادة أعضاء الحكومة، لا يمكننا الحديث عن التعليم عن بعد وتطبيق هذا التعليم عن بعد، وما زالت عائلات في القرى تفترش الأرض العارية، وما زالت تعلوها أكياس بلاستيكية، يعيشون تحت أكوام من الحجارة، وكذلك مساكنهم يعني مؤتتة بأفرشة بالية وأدوات طبخ بلا. إن التعليم الحضوري ما زال يعاني الويلات. شكرا سيد زعيم المعارضة، كنتمنى أنكم تكونوا في الاستماع. شكرا سيد زعيم المعارضة على الخطاب، سأصدر دائما لوقف الخطابات مباشرة بعد 15 ثانية على التوقيت المسموح به اللي هو 5 دقائق، فأرجو متناظرين احترام القاعدة، قاعدة البرلمان البريطاني بالنسبة للتوقيت. وأيضا أريد أن أذكر الحضور الكريم والمتتبعين متتبعي المناظرة أنه بإمكانهم دائما إرسال الأسئلة مع ذكر الفريق الذي المعني بالسؤال من خلال تقنية الشرط الموجودة على التطبيق. نمر إلى الخطاب الثاني من فريق الحكومة، السيد نائب رئيس الحكومة أنور، في 5 دقائق ليتفضل. في البداية الحضور الكريم، شكرا للزملاء فريق المعارضة وأيضا للمعارضة. على ما أعتقد على أن المقولة هي مقولة جد واضحة ولا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى بلبلة كثيرة، بقدر ما شاهدناه من طرف زعيم المعارضة الذي أكد على أن التطبيل للعرض العدمي كان هو المبدأ الأساسي والمنطلق لمداخلته ولكلمته التي يود أن يبرر منها على أن جويد العرض التربوي اليوم لا يجب أن يتوقف على دعم مبادرة تعليم عن بعد المغرب. والآن يجب أن نتحدث على أن الطرح يجب أن يأخذ السياق الزمني والسياق المكاني الحقيقي له، والحديث في المقولة عن بعد وباء كورونا أي بعد تجاوز الأزمة. اليوم هناك خلط على مستوى المعطيات، وهناك تقديم لمجموعة من الدراسات ومجموعة من الإشارات المغلوطة والتي لا تتنافى مع الخصوصية المحلية للمجتمع المغربي، وتتنافى أيضا مع السياق الذي يعيشه المجتمع المغربي. اليوم حينما نتحدث عن دعم استمرار التعليم عن بعد، أعتقد على أنها مبادرة وطرح يجب أن يحظى بإشادة. لماذا؟ لا يمكن أن يحظى بتبخيس ولا بتخزيم كما هو الشأن بالنسبة لدائم المعارضة، بل يجب أن يحظى بالإشادة، لأنها خطوة ربما ستمكن مجموعة من الفئات المتضررة والهشة أن تواكب وتسير عملية التعليم عن بعد دون ما الحديث عن وضع المنظومة، لأن وضع المنظومة هو وضع واضح لا يحتاج اليوم إلى تفسير وإلى الواضحة من المفضلات، وهو ما أغفله السيد زعيم المعارضة في مداخلته. يتحدث ويسرد وكأنه يجتر الواقع المري الذي تمر منه المنظومة، ونحن على علم تام بما تمر به المنظومة، وهذا ليس حكر على المغرب بل هو حكر على العالم بأكمله. هناك جانب مظلم وهناك جانب مضيء. لا يجب أن تقرأ الأسطوانة فقط من جهة واحدة، بل يمكن أن تكون لها متعددة القراءات. أولا يجب أن أفسر على أنه ليس إجراء، هو قرار. التعليم عن قرب اليوم هو قرار، ليس قرارا سياديا وليس قرارا سياسيا، هو قرار يؤيد المصلحة العامة. وهناك مجموعة فردية، شكرا، هناك مجموعة مبادرات فردية والمبادرات الجماعية التي اتخذتها مجموعة من الهيئات المدنية. هذه المبادرات ترون بالدرجة الأولى تعزيز قرار التعليم عن بعد في هذه الفترة هذه وضمان استمراريته. لماذا؟ اليوم نتحدث عن العدالة، نتحدث عن الشفافية، العدالة المجالية والخطاب والنقاش المستفيض والشفافية على مستوى إتاحة الفرصة وتمكين هذه الفئة على حساب فئة أخرى.
بينما نجد على أن المعارضة تبخس بشكل مليء بالضغينة والحقد على هذه المختص معلومة. شكرا. أنا اليوم أعتبر على أننا نتشبث بشكل مطلق بالموقف المؤيد لاستمرار التعليم عن بعد بعد تجاوز محنة هذا الفيروس المستجد. ما غير ذلك لا يمكن اليوم الحديث عن أي شيء، لأن المرحلة تتحدث عن ما بعد الوباء، وما بعد الوباء هناك معطيات جديدة، هناك معلومات ستظهر، شكرا، هناك بيانات أخرى ستظهر، هناك مستجدات ستطرحها. لا نتحدث اليوم عن المسلمات، المسلمات هو المنظومة، أما المستجد هو الذي يواكب على خلفية وعلى ضوء المحنة التي يعيشها العالم وليس المغرب. وإذا كان المغرب اليوم اقترح التعليم عن بعد، اسمح لي أن أنه مجموعة من الدول التي يمكن أن نعترف بأن منظومتها التعليمية متوسطة من حيث الجودة ومن حيث العرض التربوي، ولكنها لم ترقى إلى مستوى اقتراح نقطة معلومة اقتراحات أو تأخذ على عاتقها مثل هكذا قرارات. وبالتالي اليوم لا يجب أن نحسم وأن نستبق الطرح، لأن هذه المسألة فيها نوع من الاجتهاد السلبي، فيها نوع من القفز على حاجز يمكن أن يقود صاحبه إلى فقدان يعني لا أعلم كيف سأفسرها كيف سأشرحها، ولكن أعتقد اليوم على أنها خطوة تستحق الإشادة وتحتاج إلى التشجيع، بل وتحتاج إلى إشراك كافة الهيئات والفاعلين الغيبين على قطاع التعليم بعد الوباء وبعد المحنة. غير ذلك أعتقد على أن المعارضة يجب أن تراجع طرحها، ويجب أن تحترم قرار دعم التعليم عن بعد بعد جائحة كورونا. وشكرا لكم. شكرا للسيد نائب رئيس الحكومة على الخطاب. إذن دائما تذكير فقط للحضور أنه يمكنكم طرح الأسئلة عبر تقنية الشات مع ذكر الفريق أو عضو الفريق الموجه أو المعني بالسؤال حتى نجيب على هذه الأسئلة، كما أنه سنقوم بفتح نقاش في نهاية المناظرة حول الموضوع قيد المناظرة. إذن الخطاب الثاني من فريق المعارضة والتالي في المناظرة للسيد نائب زعيم المعارضة في 5 دقائق فليتفضل. شكرا سيد المدير، سيد المدير للبرنامج الوطني. بدوري كنشكر الإخوان اللي في المعارضة والإخوان اللي في الحكومة اللي كنناقشوا هذا الموضوع وهذه المقولة اللي حديثة الساعة. نحن في المعارضة بطبيعة الحال لسنا ضد الدراسة عن بعد، ولسنا ضد التكنولوجيا والإعلاميات وما إلى ذلك والحدث في التعليم، لكن إخوان ديالنا في الحكومة ناقشوا بواحد الإحصائيات اللي هي دولية عالمية، ناقشوا الموضوع بواحد صفة اللي هي طبيعة الحال دولية، مع العلم لأن احنا كنناقشوا الاعتقاد ديال هذا المجلس هذا لأن يجب الاستمرار تعليم عن بعد بالمغرب، كنسطر على بالمغرب، لأن لا سيد رئيس الحكومة ولا السيد النائب ديالو تكلموا على الموضوع بواحد مود عنده مشكل تقني. توريا أيها الحضور الكريم، السادة ممثلو المجلس الثقافي البريطاني، زملائي في الحكومة، زملائي في المعارضة، الحضور الكريم من هيئة استشارية وعموم الحاضرين في هذه الجلسة وفي هذه المناظرة، مرحبا بكم وتحية عطرة من شمال الأرض إلى جنوبها. إننا اليوم نؤكد أن التعليم عن بعد في المغرب ليس إلا شيئاً طوباوياً، بل ينبغي أن ننظر إلى الواقع بكل حيثياته وبكل ما يوجد به. فأتوجه بالخطاب أولاً إلى نائب رئيس الحكومة الذي أثقل كاهلنا بالمصطلحات الفضفاضة والعريضة وأثخم جهازنا العصبي من أجل استيعاب ما يقال عن العدالة الاجتماعية، وأن المرحلة تتحدث عن ما بعد الوباء وأن هناك مستجدات ولا ينبغي أن نناقش المسلمات دون الإتيان بأي حجة ولا حجة
حجة واحدة لم ألمسها في خطابه، بالإضافة إلى ما جاء به رئيس الحكومة كان خبط عشواء وكان يبحر دون بوصلة الحجج المنطقية التي قد يستوعبها أي عقل والتي لا يمكن أن يتناطح حولها كبشان كما يقول المثل الدارج. أولاً لابد أن نعرج وحري بنا أن نقوم بهذا الأمر هو أن نعيد النظر في تعريفكم للتعليم عن بعد وللتعليم أصلاً، فالتعليم هو عملية منظمة يمارسها معلم ليس للتلقين وإنما للتفاعل مع متعلمين لنقل معارف ومهارات وقدرات يتمكن منها هذا المتعلم من أجل الظفر بمستوى تعليمي رائد. يعني يمكن أن يكون المتعلم رائداً في توجهاته واختياراته لا أن يكون التعليم حشواً وتلقيناً. ثم إضافة إلى لا بد أن نركز على مسألة التعليم الحضوري الذي أغفلتم هذا التعريف، فهو تعليم فصلي يتم داخل قاعة تعليمية بوجود تجهيزات وظروف وغير ذلك. ثم وباء كورونا هو حالة عدوى تصيب الجهاز التنفسي عند الإنسان وهو مرض معدن تم اكتشاف بؤرته في يوهان الصينية أوائل دجنبر 2019. لابد أن نشير كذلك إلى أن هذا التكريس، يعني هذا الطرح الذي ذهبتم فيه بأن الحكومة ينبغي أن تدرج التعليم عن بعد حتى بعد انقضاء وباء كورونا هو أمر طوباوي خيالي، وبه ستكرسون الفوارق الاجتماعية بين الطبقات. لا تعطونا حجج من العالم ولا تعطونا، نريد أن نرى حججا من واقعنا الملموس من المغرب. فأكثر من 25% من الطلبة المغاربة يعانون مشاكل متعلقة بعزلتهم، فينبغي أن نفكر أولا في فك العزلة عن القرى المهمشة في أعالي الجبال، ثم بعد ذلك ولو كنت في وسط المدينة أو في العالم في الوسط الحضري، فمشاكل تغطي الانترنت توازي 76% من الناس الذين يشتكون من ضعف التغطية. ثم صعوبة التفاعل أو التعامل مع هذا الجهاز الجديد، أنا لا أتصور أن مؤسسة تعليمية توجد بها قاعة إعلامية واحدة متخصصة فقط في كيفية إغلاق الحاسوب وكيفية تشغيله، ستشتغل عن بعد وسيستطيع هؤلاء التلاميذ أن يظفروا بفرصة للتعلم. لا تتحدثوا لي عن المدينة الفاضلة، ولكن رجاء انظروا إلى الواقع الذي يتخبط في مشاكل وفي وحل الفوضى العارمة. لا يعقل أن نتحدث عن التعليم. شكرا ثريا، نائبة زعيم المعارضة بالنيابة، وهي أذكر متناظرة الظل ويمكن أن تأخذ دور أي متناظر في أثناء المناظرة من أجل ضمان السير العادي لهذه المناظرة. شكرا لك ثريا. إذا نمر إلى الطرف الثاني من المناظرة وهي الحكومة الاختتامية، ونبدأ مع السيدة عضوة الحكومة خديجة أنهال في خطاب من 5 دقائق، فلتتفضل المشكورة. شكرا للميسر المناظرة، مرحبا بزملائي بفريق المعارضة بفريق الحكومة وبفريق المعارضة، ذلك تحية للحضور الكريم. نود كفريق الحكومة أن نؤكد على موقفنا من مقولة اليوم، كوننا نؤكد وبقوة على أن التعلم عن بعد يجب يستمر بالموازاة مع الحضوري بعد وباء كورونا. ولكن أولا اسمحوا لي أن أقوم بدحض بعض الحجج التي تقدم بها فريق المعارضة، حيث يجب أن ننظر إلى الواقع، والواقع يؤكد ضرورة استعمال التعلم عن بعد والاعتماد كذلك، نظرا لكون الأزمة تستجلب علينا بديلا للتعليم الحضوري. بالإضافة إلى ذلك ذكرتم أن آليات التعلم عن بعد لا تسمح بالتفاعل، لكن اسمحوا لي، لم تقوموا ببحثكم بما فيه الكفاية، بل وسائل التعلم عن بعد تمكن من التفاعل أكثر، نظرا لأن الحصة تكون مدتها محدودة
فوسائل التعلم عن بعد تمكن من الأستاذ والطلبة أن يتفاعلوا أكثر ما بعد الحصة. فأكيد لكي نقوم بإنجاح هذه المبادرة ودمج التعلم عن بعد مع التعليم الحضوري، فضروري من الحكومة أن تقوم بمجموعة من القرارات التي سنقوم بذكرها في تدخلنا هذا. فكما لا يخفى على الجميع، مباشرة بعد تعليق الدراسة بجميع المؤسسات المغربية، تم اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل أخرى من أجل استمرار عملية التعلم من بعد، وأن يتمكن الطلبة والتلاميذ من الحصول على المعرفة الضرورية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ألم يأتي قرار اعتماد وسائل التعلم عن بعد متأخراً؟ بأخذ بعين الاعتبار التقدم والتطور الإلكتروني الذي يعرفه العالم وفوائد التي ذكرها الحكومة والتي يمكن تطبيقها كذلك على المغرب، نظرا لأنها تمنح للطالب كذلك القدرة على الاعتماد على النفس وتقلص من المواد الموارد البشرية والمادية وتمكن من المرء عدم التنقل. ونعتبر هذه التجربة التي يمر منها العالم أكبر دليل على ضرورة الدول من بينها المغرب التحضير للآفات. فمن يضمن لك؟ فيجب علينا أن نكون حاضرين وأن تكون لدينا الإمكانيات من أجل تعويض التعليم الحضوري في حالة كانت هناك أزمة. ف33 تنص على أنه على بال تمكين مؤسسات التربية والتعليم من تطوير موارد ووسائط الآليات التي سنقوم بذكرها بجودة التعليم وتحسين مدوليتها بإنتاج مواد رقمية وتكوين مختصين في التعلم عن بعد باعتباره مكملا. يجب علينا التعود على التعليم الحضوري. لا شكرا، قليل التعليم هو فرصة من أجل التعلم الحضوري باعتباره هذا القرار. نحن كفريق الحكومة نقوم بالتوصيل. أولاً، توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح عملية التعلم عن بعد من خلال تخصيص ميزانيات فرعية للمؤسسات التربوية والجامعية التي ستمكن من كل طالب التوفر على حاسوب محمول أو على لوحة إلكترونية تمكنهم من بالإضافة إلى ذلك تحتاج وبقوة بالاستعانة بتصوير المواد التعليمية وتطوير الموارد البشرية على التواصل الإعلامي. بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى معدات تقنية ووضعها في رهن المؤسسات التعليمية التي ستقوم باستعمالها من أجل ضمان سيرورة التعليم. نحن نؤمن أن الأساتذة وأطر وزارة التربية هم أبطالنا اليوم، فلقد برهنوا على وطنيتهم وعلى مجهوداتهم الجبارة من أجل الرفع براية العلم في مجتمعنا. لذلك فهم يحتاجون إلى تكوين وتأهيل وإخضاعهم لتكوينات في مجالات التعلم عن بعد. إذن شكرا وكذلك خديجة. يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار الاجتماعي الأكثر تضررا. شكرا لك على الخطاب. أتمنى أنه المتناظرين لأنه كاين توقيت يردوا البال التوقيت من أجل يعني أنه المداخلة ديالهم نعتمد على التوقيت المسموح به اللي هو 5 دقائق. أذكر دائما بالنسبة للحضور الكريم اللي التحقوا الآن أنه ممكن يطرحوا الأسئلة ديالهم عبر تقنية الشات اللي موجودة في التطبيق، ومع ذكر الفريق أو العضو عضو المناظرة المعني بالسؤال. نمر للمتحدثة الأولى من الفريق الثاني في المعارضة، عضو المعارضة رشيد بن صغير، فليتفضل في خطاب من 5 دقائق. تفضل. سيد المسير المحترم، الزملاء في الفريق المعارضة، الزملاء في الفريق الحكومي، متابعينا الكرام، تحية طيبة وأرجو أن تكونوا جميعا بصحة وسلامة. نلتقي هنا اليوم في إطار المناظرة الرقمية للميسرين النظراء في المغرب، وموضوع مقولتنا التي تقول يعتقد هذا المجلس أن التعليم عن بعد
في المغرب يجب أن يستمر بالموازاة مع التعليم الحضوري بعد وباء كورونا. دعونا نسجل منذ البداية ومجدداً عطفاً على موقف زملائي في فريق المعارضة مدى معارضتنا الشديدة للمقولة. لماذا سنجيب على ذلك؟ قبل ذلك دعونا نقف عند الحجج الفريق الحكومي والذي وللأسف لم يأتي بحجج بقدر ما أتى بمجموعة من الفقاقيع الصابونية التي انفجرت علينا بطريقة استعراضية. لهذا سوف أسرع في تقديم حجج عسى أن يسعفني الوقت في تفنيد ما يمكن تفنيده وترك ما دحض نفسه بنفسه من حجج الحكومة وترك ما دحض نفسه بنفسه. حالياً التجربة الحالية في ظل وباء في ظل حالة التطورية الصحية أثبتت أن التعليم عن بعد عبء على أولياء الأمور، وقد أثبتت الأسابيع الفارطة هذا من حيث أكدت أن هناك تحديات عديدة تواجه تطبيق هذه التجربة خلال هذه الفترة الاستثنائية. من بين هذه العوامل، أولاً سأذكر أن التعليم عن بعد سيخلق لنا فوارق من ناحية التحصيل الدراسي ومدى سهولة أو صعوبة الولوج إلى هذه المنصات لهذه المنصات أو لهذه الخدمة، فشريحة من المجتمع تستطيع الولوج إلى الإنترنت عالي الجودة وبصبيب عالي، في حين هناك فئات وكذلك مناطق تكاد تنعدم فيها شبكة المحمول لا تستطيع الولوج إلى تلك المنصات الرقمية بسبب عدم وجود أصلا تغطية. بالثالثة يصعب تطبيق هذا الأمر بشكل مستمر. نضيف إلى ذلك أن العديد من الأسر والعديد من التلاميذ لا يتوفرون على حامل رقمي كفيل بالولوج إلى هذه المنصة، فكيف يمكن أن نطلب من تلميذ مثلا في السنة الأولى على مستوى الابتدائي أو الثانية نطلب منه أن يستخدم الحاسوب أو الهواتف الذكية أو الواحد معلومة. شكرا. من أجل الدخول ومن أجل التحصيل المدرسي، هذا أكيد سيعيق لنا الفجوات على مستوى العملية التعليمية خصوصا لدى تلاميذ العالم القروي. أضف لأن صبيب الانترنت ما زال في المغرب للأسف ضعيف جدا، والدليل هو أن زميلي قبل قليل فقط نموذج حيا أن زميلي قبل قليل انسحب نظرا لأن صعوبة الانترنت، فكيف يمكن أن نقوم بتطبيق هذه العملية ونحن الذين داخل منازلنا ما زلنا نعاني من صبيب الانترنت الضعيف. بالحديث على مستوى العالم القروي، يجب أن نذكر بالملايين شكرا بالمئات من أبناء الرحل في العديد من المناطق المغربية التي تنعدم فيها شروط الحياة، ناهيك عن شبكة الانترنت والكهرباء والماء وغيرها، هذه الشروط التي تنعدم لدى هذه الفئة من المجتمع. بالتالي فكيف يمكن لأبناء هؤلاء الفئة أن تواكب باستمرار تعليم الحضور؟ كيف هي أصلا لم تستطع تواكب التعليم الحضور، فما بالك أن تستطيع أن تحرص على متابعة التعليم عن بعد؟ دعونا أستشهد هنا برأي مهم، وهو أن نأخذ وجهة نظر رجل تعليم وهو علي بوزبدة، وهو أستاذ تعليم بمديرية التشاون، وهذا بالمناسبة كان في حديث مع جريدة هيسبريس المغربية يقول التعليم عن بعد خيار غير عملي خاصة في العالم القروي، لأن تغطية شبكة الانترنت غير موجودة في عدة مناطق. واعتبر أيضا أن خيار بث الدروس عبر قناة الرابعة يطرح إشكالا بخصوص سير العملية، لأن هناك تفاوت، وهذا مسألة مهمة، هناك تفاوت على مستوى إنجاز المقررات الدراسية. فممكن أنا أكون كأستاذ مثل مديرية قد تكون وصلت إلى الدرس 15 في حين هناك مديريات لم تصل بعد حتى إلى الدرس 10. بالتالي فهذا سيخلق لنا نوعا من عدم الموازاة فيما يخص الاستمرارية الاستمرارية التعليم. دعونا نذكر أيضا مسألة مهمة، هو أننا ننسى أن التعليم عن بعد بالموازاة مع التعليم عن بعد سيؤثر على نفسية التلاميذ، كيف ذلك؟ وسيسبب لهم أكثر من ذلك ضغوط نفسية، فكيف سنطلب من تلميذ يشاهد الأستاذ لثمان ساعات في اليوم، سنطالبه أيضا يشاهده من جديد في حالة عند عودته إلى بيته، ثم في حالة كنا سنستعين بأساتذة آخرين، فكيف لهذا التلميذ اعتمد أو أصبح معتادا على بيداغوجية أستاذ بين ليلة وضحاها سيصبح لديه اثنان من البيداغوجات التعليمية، كيف يستطيع أن يواكب هذا التعليم؟ بالتالي فنؤكد لكم من جديد ماذا أعزائنا الكرام معارضتنا الشديدة لهذه المقولة، لأننا لا نمارس فقط المعارضة من أجل المعارضة، بل لأننا نريد أن يكون لدينا تعليما قويا شكرا للسيد والمعارضة.
في تعليمي الموازي. شكرا. إذن شكرا للسيد عضو المعارضة على الخطاب. نمر مباشرة للسيدة والخطاب الأخير من فريق الحكومة، السيدة عضو الحكومة الفعال انتصار كبيري في خطاب من 5 دقائق، فتتفضل. شكرا السيد الميسر. زملائي في فريق الحكومة، زملائي في فريق المعارضة، الجمهور الكريم، مساء الخير وأهلا بكم. فريقنا يؤيد وبشدة لمقولة يعتقد هذا المجلس أن التعليم عن بعد في المغرب يجب أن يستمر بالموازاة مع التعليم الحضوري بعد وباء كورونا. في البداية قبل أن أقوم بتلخيص ما جاء به فريقي في الحكومة، أريد ضحى وتثنيد ما جاء به فريق المعارضة. يجب أن تعلموا أن أزمة كوفيد-19 توضح الحاجة الملحة لهذا التحول، وأنه لا يمكننا الانتظار حتى تجبرنا الأزمات على ترك التلاميذ يتدبرون أمورهم بأنفسهم، وعلينا أن نجعل تعليمنا يتمحور حول أشياء أكثر وأهم من تدريس الحقائق وإخراجها في الامتحانات فقط. اسمعوني جيدا واعلموا أن ليس هناك وقت للانتظار، وعلينا القيام بالتغيير. وبصفتنا حكومة نرغب بأن يبدأ التحول، ويجب أن يبدأ الآن. وكفى من تاركم كمعارضة، أمثالكم هو من جعلنا نصنف ضمن دول العالم الثالث. ألا يحزنكم هذا وتقشعر أبدانكم؟ أترغبون في أن يظل المواطن المغربي مستمعا مطيعا لا فاعلا منتجا؟ ردا على السيد زعيم المعارضة الذي حدثنا في خطابه مقتص معلومة عن إجراء التعليم في المغرب عن بعد وعن العالم القروي وانعدام شبكة الانترنت وانعدام الأجهزة وضعف التجهيزات، وتحدث عن تكافؤ الفرص. سأجيبك، ألا تظن أن الكفاءة، أن التعليم عن بعد يساهم في تكافؤ الفرص؟ سأوضح. مثلاً الأساتذة الذين يدرسون في التعليم عن بعد هم نفسهم الأساتذة الذين يدرسون على الصعيد الوطني، بمعنى أن جميع الطلبة يستفيدون من نفس التكوين بالإضافة إلى التعليم الحضوري. وكما قلت، دور الأستاذ كيف ذلك؟ ألا تعلم أن اليوم نحتاج إلى إعادة التفكير في الدور الذي يمارسه الأستاذ منذ حوالي 100 سنة؟ ربما يحتاج للرجوع شيئا ما للوراء والتخلي عن دوره التقليدي. نحتاج إلى أستاذ ميسر وليس ملقن، أستاذ يتقن التعليم التعاوني ويحفز على طرح الأسئلة. ما هذا وما نقطة نظام أنفسكم. كما تكلم أيضا السيد المعارضة رد بسخرية وقال الفقاقيع الصابونية، وأنا أرد عليه باسم الحكومة أنه لا يعلم جيدا ما يقول. تكلم عن التحديات التي واجهناها اليوم، هل تعلم كيف التلاميذ للذهاب في المدرسة في الشتاء، وما هي الصعوبات التي يواجهونها من مشاكل واعتداءات؟ كيف تتكلم وأنت لا تعلم كل هذا؟ تكلمت عن الفروقات في الدراسات. عندما يكون التعليم عن بعد ستكون دروس موحدة بالنسبة للتلميذ. ألا تريدون أن يكتسب التلميذ أو الطالب مهارات جديدة؟ التلميذ اليوم أمام تحدي التعلم عن بعد، وغدا سيكونون أمام التحدي العمل مقتص معلومة. كما يمكنه التعليم عن بعد من اكتساب مهارات الانضباط الذاتي، خصوصا مع الوجود في بيئة لا ترغمك على الجلوس في القسم. والآن سألخص ما جاء به فريقي في الحكومة، بدءا برئيس الحكومة ونائبه، حيث ركزوا على إدماج التعليم عن بعد مع التعليم داخل القسم، وعلى أن التعليم عبر الإنترنت يحول التعليم داخل القسم، لكن سيكون مكملا له. بالإضافة إلى أنهم ذكروا نقطة مهمة غابت عن المعارضة، ألا وهي استعداد مستقبلا للتعليم عن بعد لمواجهة الكوارث.
كما ذكر رئيس الحكومة أن التعليم عن بعد وسيلة فعالة وهادفة ومهمة للحصول على المعرفة والاكتشافات وقت حدوثها، وذلك لمواكبة متغيرات هذا العصر ومسايرة مستجداته. أما بالنسبة لعضوة الحكومة، تحدثت عن ضرورة التعليم عن بعد وذلك بتخصيص ميزانية، كما قامت بتقديم مجموعة من الإحصائيات والدراسات. ختاماً، نحن نؤكد على تأييدنا الكامل لعنوان المقولة: يعتقد المجلس أن التعليم عن بعد في المغرب يجب أن يستمر بالموازنة مع التعليم الحضوري. ورسالتنا اليوم واضحة، شكراً لأن الفيروس كورونا بين لنا الضروريات من الكماليات. شكراً سيدة عضوة الحكومة على الخطاب. نمر إلى آخر متحدثة في فريق المعارضة وآخر متحدثة في فريق في المناظرة، سيدة عضوة المعارضة الفعال خديجة كومغار، في 5 دقائق فلتتفضل. أصدقائي في فريق الموالاة، زملائي في فريق زملائي في فريق الحكومة، زملائي في فريق المعارضة، جمهورنا الكريم السيد المسير، اليوم جئنا لنعارض قولة المجلس جملة وتفصيلا في اعتقاده بأن التعليم عن بعد في المغرب يجب أن يستمر بالموازاة مع التعليم الحضوري بعد وباء كورونا، حمانا الله وإياكم. قبل تلخيص ما جاء به أعضاء المعارضة، لا بد من تفنيد بعض النقاط وترك ما فند نفسه بنفسه. أولا، لقد تحدث فريق الحكومة كان خطابهم ناقص، فأنتم لم تذكروا كيف سوف يكون هذا التعليم عن بعد، وما هي الإجراءات والآليات التي ستتبعونها لتطبيق هذا الإجراء، ولم تبينوا كيف سيكون ذلك، هل بشكل تدريجي أم كيف، وهل سيكون إجبارياً أم اختيارياً. يستوجب الحديث عن هذه المقولة طرح مجموعة من الأسئلة: هل القيام بهذا الأمر أمر ضروري، وما شرعية تطبيق هذا القرار؟ بالنسبة لرئيس الحكومة، تحدثت عن جدوى التعليم عن بعد وعن إيجابياته، لكن ما تتحدث عنه موجود لدى الدول المتطورة، ولم تفدنا ولو بمثال واحد عن نجاح هذه التجربة في بلدان من دول العالم النامي، فأغلب الأرقام التي ذكرتها لدول أقلعت في هذا المجال. أما بالنسبة لرئيس الحكومة، إن طرحكم فضفاض لا يحمل حججا منطقية، يحمل في طياته الكثير من المثالية. نحن لسنا هنا في المدينة الفاضلة التي تحدث عنها أفلاطون، لابد من النظر لهذا الأمر بمنطق العقل والصواب، فواقعنا لا يسمح بهذا. فهل تظن أن التعليم عن بعد هو مجرد حاسوب وأنترنت وأستاذ وراء الشاشات؟ الأمر أكبر من ذلك، فقد وصلت فيه الدول مراحل متقدمة، أما نحن فلا زالت بعض المؤسسات لا تتوفر على قاعة إعلاميات، فكيف يمكننا الحديث عن تعليم عن بعد؟ الأمر الموجود حاليا هو مجرد استثناء ولا يمكن العمل به مستقبلا. وربما عدم مقدرة نائب زعيم المعارض عن إكمال خطابه بسبب الإنترنت لا أبلغ مثال على ما أتحدث عنه. أما عضوة المعارضة فقد كان صوتها يتقطع ولم أتمكن من سماع ما جاءت به، وهذا أكبر دليل على فشل هذا التعليم عن بعد الذي يتطلب صبيبا عالي من الإنترنت. الآن سوف أتحدث عن أهم النقط التي ذكرها فريقي. عضو المعارضة تحدث عن الإكراهات التي رافقت هذه التجربة في أسابيعه الأولى التي وضحت الكثير بعدما أصبحت ضرورة حتمية، والتي أبانت عن مجموعة من التحديات في ظل هذا الوباء، حيث اتضحت مجموعة من الفجوات التي ستخلق هذه الوسيلة في ظل وجود هشاشة الأسر. فقد تكلم زعيم المعارضة عن نقطة مهمة تمثلت في أن التعليم عن بعد مسألة مآلها الفشل في الوقت الراهن، فالمغرب غير مؤهل لتطبيق هذا القرار، ولا يؤدي التعليم عن بعد غايته المنشودة، وذلك بسبب المشاكل الثانية: الإنترنت غير متوفر بشكل كامل، فصبيب الإنترنت يعرف ضعفا شديد ناهيك عن غيابه عن العالم القروي التي لا تتوفر فيه الأسر حتى على الكهرباء، فما بالك بالإنترنت. فقد صرح المجلس حسب قول رئيس زعيم المعارضة، صرح المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي في المغرب أن 1.3 مليون لا يستفيدون من شبكة الإنترنت شبكة الكهرباء في القرى، عفوا. كما أن
أغلب الأسر تعيش على عتبة الفقر وتعاني من الهشاشة، ففئة عريضة لا تستطيع توفير قوت يومها، فكيف تستطيع توفير حاسوب أو لوح إلكتروني أو هاتف ذكي وآخر همها الحصول على لقمة خبز؟ فالأسر لا تستطيع توفير هذه الأجهزة نظرا لغلاء أسعارها، وإن توفرت معظم الأسر توفر على 3 أبناء إلى 10، فكيف يمكن أن تتناوب على حاسوب واحد طيلة اليوم؟ وهذا الأمر نحن لا نقبل به فريق المعارضة، لأنه ضرب لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وجميع القيم النبيلة والأخلاقية. فأن تستفيد فئة قليلة مقابل فئة كبيرة هذا أمر لا يمكن السماح به. أما نائب زعيم المعارضة فقد تحدث عن سلبيات التعليم وتحدث عن غياب الخبرة لدى المعلم والمتعلم على حد سواء في كيفية استخدام التقنية، خصوصا لدى الأطفال الذين يجب مراقبتهم أثناء استخدام الإنترنت. إن معارضتنا ليست معارضة من أجل المعارضة فقط، طرحنا واضح وسديد قرين بالواقع، والأحرى أنه كما أكد زملائي أنه يجب الاستثمار في التعليم الواقعي الموجود في الواقع من أجل تجويده يعني النظر في النواقص والشوائب التي تشوبه، بدلا من إرهاق ميزانية الدولة المغربية التي لن تستطيع مواكبة البنية التحتية الرقمية المتطورة. شكرا 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 للسيدة عضوة المعارضة الفعال، شكرا للمتناظرين بالأسماء ديالهم، شكرا للحضور الكريم اللي تبعوا معنا المناظرة منذ البداية ديالها، شكرا للمجلس الثقافي البريطاني على المواكبة، شكرا لمؤسسة أناليند أيضا اللي حاضر معنا أحد ممثليها. كما قلت غنمروا باش نشوفوا شنو هما الأسئلة اللي تم طرحهم من طرف الحضور الكريم على المتناظرين على حساب يعني السؤال ثم من موجه السؤال. إذا إذا سمحتوا دقيقة فقط باش أنني نحصل على الأسئلة. توريا غير في الحالة إلا ما كنتوش في أي لحظة ما كنتوش كتسمعوني قوليها لي وتكلفي أنت بالعمل. مرحبا أكيد. داكور. كان السؤال الأول أي واحد كان نعطي السؤال عفاكم باش يسجلوا باش في الأخير يجاوب عليه واحد من أعضاء ديال الفريق. السؤال الأول فهو موجه لفريق الحكومة، يقول: يتأسس التعليم على متعلم منفعل ومتفاعل وفاعل معرفيا. إذا كنتمنى أنه أحد أعضاء الفريق ديال الحكومة يكون كيسجل السؤال. يتأسس التعليم على متعلم منفعل ومتفاعل وفاعل معرفيا مهاريا ووجدانيا، هل يمكن للتعليم عن بعد أن يحقق ذلك؟ إذا هذا السؤال موجه لفريق الحكومة. سؤال أيضا موجه لفريق الحكومة، السؤال الثاني هو: كيف للتعليم عن بعد مواكبة التعليم الحضوري من حيث إجراء التجارب العلمية في المؤسسات التعليمية؟ إذا هذا فيما يخص يعني المواد العلمية أو المواد اللي كتحتاج للتجارب أو يعني المجال التطبيقي. يعني السؤال موجه لفريق الحكومة، كيف يمكن للتعليم عن بعد أنه يوفر هذه العملية؟ إذا عندنا ما عرفتش واش كاين سؤال، ولكن حيت المداخلة طويلة غنقراها بسرعة. تحية للجميع، بالنسبة للتعليم عن بعد هو رد فعل. هذا السؤال من الأخت إلهام. فرصة هو رد فعل لواقع فرضته كورونا، والحديث عن اعتماده بعد كورونا هو أمر يتطلب بالضرورة التقييم الموضوعي، وأهم عنصر لابد من التساؤل عليه: كم من التلاميذ استفادوا من التعليم عن بعد؟ ثانيا، هل استطاع؟ هذا سؤال موجه لفريق الحكومة أيضا. يقول السؤال يعني كم من التلاميذ استفادوا من التعليم عن بعد في الوضعية الحالية؟ أظن تقصد إلهام.
ثانيا هل استطاع التعليم عن بعد تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة التربوية وهي الجودة وتكافؤ الفرص والمساواة؟ واش ديما في الإسماع؟ تنقيد إبراهيم غازي تنقيد مرقيت أسئلة بثلاثة. شكرا غير باش نتاكد ان الاسئله كتوصل. شكرا. تفضل. كتقول الهام. اذا كنظن الاسئله ديال الهام كنعتذر منها لانني ما نقدرش نقرا تعليق كامل باش نضمنوا طرح المزيد من الاسئله. سؤال آخر، هل فعلا حقق أو سيحقق هذا النوع من التعليم الأهداف المنتظرة؟ هذا دائما كان ضمن كاع الأسئلة موجهة لفريق الحكومة. وسائل التواصل ونعيش ممكن كيف المعقد. إذا كنشوف سؤال آخر. هذا سؤال ايضا موجه للفريق الحكومي كنظن. تحيه لجميع الشباب والشابات، الا ترون معي ان الاعتماد على التعليم عن بعد بدل التعليم الحضوري يبقى حلا آنيا فقط في ظل تفشي الجائحه التي دفعت بالوزاره الى تبني هذه المنظومه؟ اذا كنظن السؤال مازال فيه واحد النوع ديال يعني عدم الفهم المقوله، لانه المقوله لا تقول أننا غنعتمدوه بشكل كلي، إنما فقط بالموازات الموازات ديال التعليم الحضوري. إذا نمشيو للسؤال ما قبل الأخير. التعليم عن بعد يتكفر الناس نضع الفلوس. إذا في ظل الظروف التي يعيشها التلاميذ في العالم القروي وايضا بعضهم في المجال الحضاري، ان تم اعتماد التعليم عن بعد مع التعليم الحضوري، اين مبدا تكافؤ الفرص؟ هنا سنضع انفسنا امام فوارق شاسعه بين التلاميذ في مختلف مناطق المملكه. اذا ايضا سؤال موجه للفريق الحكومي. انوار وصلك السؤال. تم التوصل بالاسئله بسبعه. إذن السؤال الأخير هو دائماً فريق الحكومة يقول، ما هي استراتيجيتكم لتعميم التعليم عن بعد وخصوصاً بالعالم القروي وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الاتفاقية التي وحتى الاجتماعية وحتى الثقافية التي تعيشها الأسر المغربية؟ إذن فقط بالنسبة للأسئلة كنتمنى أنه تقريبا خدينا الاسئله في القادم من الفرص. الاسئله ما تكونش موجهه لفريق الحكومه على اساس كاينين اسئله اخرين. كاين سؤال معارضه. نعم سؤال يلا وصلني جوج ديال الاسئله دابا بالنسبه للمعارضه. سؤال لزعيم المعارضه، اتعتقدون انه قد حان الوقت لرفع من ميزانية التعليم واستعمال تكنولوجيا بدون إقصاء تلاميذ وطلاب العالم القروي؟ واش الفريق المعارضة توصل بالسؤال؟ توصلنا. نعم، لأن هذه الأسئلة جديدة عاد وصلت، كنت كنقرأ الأسئلة خارج التطبيق. إذا سؤال آخر للمعارضة، ألا ترون أن التعليم عن بعد سيزيد من جودة التعليم الحضوري؟ الأول يقول، يتأسس التعليم على متعلم منفعل ومتفائل وفاعل معرفيا ومهريا ووجدانيا، هل يمكن للتعليم عن بعد أن يحقق ذلك؟ سأجيب بنفس الطريقة أو باللهجة السلطانية التي طرح بها السؤال. هذا التعليم هذا يحتاج إلى تصور دامج ومدمج ومندمج ليحقق نفسه على أرض الواقع. لا يمكن اليوم أن نتحدث على شيء على ما عندناش حنا ينبول ماجيك اللي غنعطيوها وهي غتحقق لنا. طبعا هذا الشيء كيلزمو واحد التصور على المدى القريب والمتوسط والبعيد ليرى النور ويجد نفسه ويجد موقعه داخل الساحة
أو وسط المنظومة التربوية التعليمية، وأكيد أن التعليم عن بعد يمكن أن يحقق ذلك. السؤال الثاني، كيف للتعلم أنور من فضلك أعتذر على مقاطعتك، أريد أن أشير إلى أن دقيقة هي المخصصة للإجابة عن كل الأسئلة، فمن فضلك اختصر. تمام؟ أوكي. كيف للتعلم عن بعد مرتبة التعليم الحضوري في إجراء التجارب العلمية؟ أولاً إحنا لا يجب أن نستهين بوسائل التكنولوجيا الحديثة، ولا يجب أن نستهين بالتطبيقات التي تم إحداثها أو لا تم تطويرها لهذا الغرض، يعني متوفرة وموجودة. كم من التلاميذ استفادوا من التعليم عن بعد؟ هذا الشيء هذا يعود إلى الدراسات أو لا يعود إلى تشخيص تشاركي ولا تشخيص عن قرب قامت به سواء الهيئات المدنية ولا المؤسسات التابعة لجهاز الدولة، هي الوحيدة الكفيلة بتقديم هذه الإحاطات هذو. هل سيحقق هذا النوع من التعليم أهداف المنتظرة؟ طبعا سيحققها، لكن لا يمكننا اليوم أن نأتي ونتحدث عن التحقيق الآني، لا، هذا الشيء خاصه كيف قلت خصو المدى القريب والمتوسط والبعيد، والأهداف راهي تدخل في إطار التعليم. ما هي استراتيجيتكم لتطوير التعليم عن بعد؟ اولا هناك مجموعه من البرامج التي تدخل في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وهنا اتحدث عن البرنامج الرابع ديال تطوير الراسمال البشري للاجيال الصاعده. البرنامج الرابع اليوم هو تدخل في هذه السياق ديال تاسيس جمعيات اقليميه قطاعيه تشتغل في المجال الحيوي للتعليم والصحه. شكرا انور. للأسف الوقت يداهمنا وقد انتهت دقيقة بل أكثر من ذلك، فالوجوه الكريمة تنظر إلي بكرم على أنني سمحت لك أكثر من دقيقة. انتقل إلى فريق المعارضة من أجل الإجابة عن الأسئلة. إذن مساء الخير من تفضل جديد. يونس، بالنسبة للسؤال موجه بعجلة، أتعتقد أنه حان الوقت لرفع ميزانية التعليم واستعمال التكنولوجيا بدون إقصاء تلاميذ وطلاب العالم القروي الآن هذه الجائحة؟ نحن نشكر الله أنه 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 رغم أن هذا الوباء، ونتمنى أن يرفع الله عن هذا الوباء، ولكن هذا الوباء جاء بمثابة اختبار حقيقي للمنظومة التعليم المغربية. حان الوقت لإعادة النظر في ميزانية التعليم، حان الوقت لإعادة النظر في ميزانية التعليم، حان الوقت لإعادة النظر في استراتيجية وزارة التربية والتكوين. الآن أصبحنا نحتاج إلى هذه المنظومة للتعليم عن بعد، ولكن في الوقت الراهن حاليا لا نستطيع، ولكن نحتاج إليها، لأنه في لن ننتظر حتى نقع في أزمة أخرى ثم نقول أننا غير مستعدين والأنترنت والعالم القروي. الآن جاء الوقت من أجل يعني النظر إلى العالم القروي وكذلك دعم والبحث عن الواقع. شكرا يونس. نمر إلى السؤال الثاني، هو ألا ترون أن التعليم عن بعد سيزيد من جودة التعليم الحضوري بشكل مقتضب؟ شكرا مويس المسيرة العزيزة. فيما يخص هذا السؤال، نود أن نذكر أن ما سيرفع جودة التعليم في المغرب هو أن نشجع البحث العلمي داخل المؤسسة التعليمية، وليس أن نلجأ إلى تعليم موازي افتراضي. بالتالي فإن كنا بالفعل نود أن نرفع من جودة التعليم، فلابد أن نشجع المختبرات التي تتواجد داخل المؤسسة التعليمية، خصوصا الإعدادية والثانوية، وكذلك الانتقال من جانب النظري في التعليم إلى التعليم التطبيقي، وهنا من خلال تنظيم خارجات على مستوى الميادين، وكذلك الوقوف على الظواهر التي تدرس داخل المؤسسة التعليمية داخل الجدران، أن تدرس خارج المؤسسة التعليمية. شكرا. هل لديكم بعض الردود العالقة التي ما زالت بشعبتكم من أجل الإدلاء بها؟ نبدأ بفريق الحكومة ثم بعد ذلك ننتقل إلى فريق المعارضة. فريق الحكومة الافتتاحية أو الاختتامية. أنا إذا سمحتي لتوريا أنوار تفضل. من جهة أخرى بعيدا عن المقاربة المادية اللي ممكن تحدثوا عليها في المنظومة، ولكن يمكن على أنه آن الأوان يوم ليواكب المغرب والمستجدات ديال التكنولوجيا المطروحة في العالم كامل. لا يمكن اليوم أن نتحدث عن دولة تنافس مجموعة من الدول، سواء في نهضروا على الذكاء الاصطناعي، نهضروا على بزاف ديال الحوايج، وباقي اليوم عاد نناقش بطريقة كلاسيكية كيفية تطوير المنظومة التعليمية في المغرب، ونقرنها بنماذج اللي هي أصلا متأخرة، ولو أننا نحن أيضا متأخرون. اليوم لما علاش خص يكون عندنا طموح مستقبلي، وخص يكون عندنا استشراف للمرحلة القادمة، كيف نبني تعليم الغد؟ وتعليم الغد باش نبنيوه كيحتاج
أو اللي يحتاج إلى مقترحات اللي هي في بعض الأحيان تبدو صعبة، صعبة التحقيق وحتى الأهداف ديالها صعبة المنال، ولكنها في آخر المطاف محفزة على التطور ومحفزة على التقدم، سواء بالنسبة للدولة سواء بالنسبة للجيل الذي سيواكب هاد القرارات هادو اللي ممكن يتخذوا في هذا السياق هذا. وشكرا. شكرا فريق الحكومة. ننتقل إلى فريق المعارضة، هل من شيء تضيفونه إلى حججكم أو نافلة القول أو غير ذلك؟ تفضلوا. أعتقد وفيما يخص الموضوع الذي نتناظر فيه هو أننا في ظل غياب أسلوب تفاعلي في العملية التعليمية ما بين التلميذ والأستاذ، بالتالي سنكون نضيع وقتا زمنيا كبيرا وسنكون بالفعل غير جادين في ممارسة التعليم عن بعد. لماذا؟ لأن لا يمكن للتعليم عن بعد أن ينجح في المغرب، والدليل على ذلك هو أن العديد من الفيديوهات المنتشرة حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي التي بيّنت كيف أن التلاميذ يقومون باستهتار الأستاذ وانقاصه من قيمته، بالتالي والأغرب من ذلك هو أن المستويات الشهادية يتطلب منها امتحان، بالتالي ما هي الاستراتيجية التي ممكن أن ننجح بها؟ بالتالي فلحد الآن لا يمكن، المغرب ليس مهيئ بعد لكي يكون التعليم الافتراضي موازيا للتعليم الحضوري. شكرا. شكرا المعارضة. لكن السؤال الذي يطرح هنا هو، ألا ترون أن الشكوى من الواقع وأن السخرية ليست بناء؟ السخرية لا تبني وطنا ولا تبني شخصا، بل تهدم أمة وتثبط عزائم أوطان، فلا بد أن تكون هذه المبادرة، أكيد أن أي مبادرة تم إطلاقها لا بد أن تثير موجة من الانتقادات، والجديد مربك، دائما الجديد يربك، وخير من أن كما يقال الهدم سهل لكن البناء صعب. ما رأيكم في أن تبدأ هذه المبادرة يعني رويدا رويدا لتتطور فيما بعد؟ أكيد الآراء المطروحة هنا تقول رحم الله عبدا من مد رجليه على قدر بساطه وعرف قدر نفسه، ونحن أدرى بالواقع التعليمي المغربي بالممارسة الفصلية وغير ذلك، ولكن ألا ترون أن هذه مبادرات رائدة اتخذتها الحكومة من أجل السير قدما في التعليم عن بعد؟ أود أن أتدخل في هذا الموضوع. فيقال أنه من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فنحن نقول بأنه يعني من أراد أن يتسلق الجبل فعليه أن يتسلقه من الأسفل ليس من الأعلى. يعني يجب على المغرب أن يتخذ مجموعة الخطوات. نحن لا نرفض ولا نقول بأنه زعما أنه التعليم عن بعد غير ممكن ولا يمكن بتاتا في المغرب، بالعكس نحن نريد حبذا لو كنا من بين هذه الدول الرائدة في التعليم عن بعد، ولكن نحتاج إلى مجموعة من الخطوات للوصول إلى هدفنا المنشود ألا وهو التعليم عن بعد. نحتاج أولا إلى أن نعالج الأساسيات المهمة، الأنترنت، الفقر، تجهيزات، يعني تجهيز المدارس، تجهيز الطلبة بحواسيب بهواتف، من أجل يعني مواكبة هذا التطور ومواكبة التعليم عن بعد. وشكرا. عندي مداخلة. شكرا يونس. تفضلي خديجة، آخر مداخلة ثم سنمر إلى يعني مداخلات الجمهور أو أسئلة عامة. تفضلي خديجة باختصار لو سمحتي. أكيد بالنسبة للتعليم عن بعد، يعني المبادرات التي رأيناها هي مبادرات محمودة، لكن يعني تبقى يعني محدودة وذات إطار محدود. فطالما كان مشكل الأنترنت مشكل موجود، فمن الصعب يعني أن نتمكن من هذه العملية بشكل جيد. لكن الأحرى أن نهتم بالتعليم الحضوري، يعني أن نحاول تطوير التعليم الحضوري. فمثلا في الجامعات السنة المقبلة سيتم تطبيق نظام البكالوريوس الذي يعتمد على السوفت سكيلز، على المهارات. فأظن أن مثل هذه الأشياء أهم، لأنه الطالب أو التلميذ سوف يتفاعل، سوف يقوم بأشياء على أرض الواقع. بعدها يمكن أن نتحدث عن التعليم عن بعد، هو أمر محمود، لكن
من الأفضل أن يبقى اختيارياً مثل ما هو الآن، يعني من يريد يدرس من الأنترنت يدرس، من يريد لا يريد. شكراً لك خديجة، شكراً، رأيك واضح وسأوضح أكثر. إن أنت تقولين إن التفاعل الإيجابي والتواصل الوجداني داخل القسم لا محيد عنه، ولا ينبغي أن نعوضه بتعليم عن بعد لما فيه من جفاف عاطفي بين معلم ومتعلم ومادة معرفية يعني جافة، فلا محيد عن التعليم الفصلي أو الممارسة الفصلية داخل القسم. شكرا لك. الآن نمر إلى أسئلة الجمهور أو أسئلة الحضور العام. شكرا لكم. ممثلة في مؤسسة أناليند، أسرة صوت شباب المتوسط، الهيئة الاستشارية، الميسرون، الرئيسون، وكافة الحضور الكريم، مرحبا بأسئلتكم، إضافاتكم، اقتراحاتكم، مرحبا بالجميع. على فكرة، من أراد أن يتحدث أو يدلي بملاحظة أو سؤال فما عليه إلا أن يرفع اليد على الجانب اليسار، rise hand or lower hand، راها في اليسار، يعني رفع اليد أو خفض اليد، ثم سأنظم الحديث تباعا. الجميع على النقاش الجاد والهادف اللي مطروح يعني في المنصة حول عملية التعليم عن بعد وإمكانية استمرارها بالموازاة مع التعليم الحضوري. هو أمر حتى لا أطيل وحتى أتيح الكلمة أيضا لمجموعة من المتدخلات والمتدخلين في الموضوع، هو أمر يجب أن يكون يعني بالموازاة، وهو أمر ضروري على اعتبار بأن ربما غيابنا عن المنصات ديال التواصل الاجتماعي وعن منصات التعليم عن بعد لفترة طويلة أظهر لنا مجموعة من الممارسات التي تثبت وتبرهن بشكل ملموس وقاطع بأن المغاربة لم يتعودوا إلى حدود اللحظة على مسألة التعليم عن بعد، وشاهدنا كيف أن مجموعة من الأساتذة وجدوا صعوبات كثيرة، وهنا لا أتحدث عن فئة الشباب وإنما يعني الفئة الأكبر داخل قطاع التعليم، هي اللي يعني أناس رجال ونساء راكموا سنوات طوال ومعرفتهم بالتكنولوجيا الحديثة تظل يعني بسيطة وغير يعني عميقة، الشيء الذي جعلهم يجدون صعوبة في التعامل مع مسألة التعليم عن بعد، خصوصا أن الأمر فرض فجأة مع جائحة كورونا. أضف إلى ذلك أسلوب التعامل خصوصا على مستوى الأسر وعلى مستوى العوائل، بحيث نجد بأن مجموعة من الأباء والأمهات صاروا يجدون صعوبة في دمج أبنائهم وفي التواصل مع يعني الأساتذة ومع الناس الذين يشتغلون في القطاع من أجل أن تصلهم الدروس أو التجاوب مع هذه الدروس، الأمر الذي يدفعنا إلى التركيز بشكل كبير، خصوصا أن العالم يتطور والتعليم أيضا يتطور، وصار يستعمل وسائل حديثة للتفاعل وللتواصل ولإيصال المعلومة. لذا لا يمكننا الاقتصار فقط على صبورة وطباشير أو في أحسن الأحوال صبورة وقلم ديال الماركور، لهذا فالعملية يجب أن تتطور، يجب أن تكون أيضا فيها واحد النوع ديال الحيوية بدلا من واحد الجانب ديال الارتجالية. هنا لست يعني ضاربا في الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية الوطنية لأنها مجهودات جبارة قامت بها الحكومة المغربية وتشكر على ذلك، خصوصا أن الظرفية والوضعية جاءت مفاجئة ولم نكن ننتظر هذا، لكن لحدود الساعة ولحدود اللحظة هي موفقة في ذلك، لكن على مستوى يعني تطوير العملية التعليمية يدفعنا للتفكير أيضا حتى على مستوى موضوع النموذج التنموي، لأن النقاش انطلق قبل سنة خصوصا مع تشكيل اللجنة ديال النموذج التنموي، وربما من بين أبرز المحاور هي الارتقاء بميدان التعليم والارتقاء بقطاع التعليم في المغرب. وأولى الإرهاصات التي تواجه هذا القطاع هي التجويد، والتجويد يكون كمنظومة ككل سواء على مستوى الطاقم البشري أو على مستوى الطاقم الديداكسيكي الذي يشتغل به هؤلاء الكوادر، والأمر يتطلب تكنولوجيا نوعا ما تسمح للجميع بالتواصل، ويجب أن لا ننسى ما دمنا أننا نتحدث عن إتاحة هذا الأمر الناس أو الشباب والتلاميذ والطلبة الذين يقطنون في البوادي والقرى ممن لم تسمح لهم إمكانياتهم المادية، هنا أتحدث عن شريحة فقيرة معدمة ليس لها الإمكانيات المادية لتكون على تواصل مباشر مع القطاع، وأيضا حتى على مستوى يعني التغطية ديال الشبكة كنلقاوها بأنها مفقودة في مجموعة من المناطق، وهذا الشيء يعاني منه المغرب منذ 2011 ل 2012، يعني منذ الانطلاق ديال برنامج مسار كانوا الأساتذة كيلقاو إشكاليات باش غيدخلوا النقاط، وما فكرتش الدولة في واحد المرحلة معينة أنها كيف تتجاوز هذه المعضلة وهذه الإشكالية، وهذا الشيء ما زال يطرح اليوم، خصوصا وأن التعليم صار يتطلب يعني كونيكسيون، كيتطلب أجهزة حديثة، كيتطلب تغطية، كيتطلب واحد المجموعة ديال الأشياء
اللي واجب توفرها وواجب التفكير فيها في المستقبل. هذه ربما خلاصة ديال أبرز النقاط اللي ربما وددت أن أشاركها معكم. وجدد الشكر مجددا يعني للطاقم المتناظر ككل، لأسرة صوت شباب المتوسط، وتحية للإخوان كاملين. الله يعاونكم. إذن شكرا حمزة على المداخلة التي تصب دائما في إطار الموضوع، وكنظن المداخلة هي تصب أكثر في فريق المعارضة بخصوص إمكانية أنه نعتمد الدراسة عن بعد في ظل مجموعة من المشاكل اللي كتعاني منها ماشي غير المنظومة التعليمية، إنما أيضا بالنسبة لصبيب الإنترنت، يعني المسألة باش ما نطولوش ناخذوا وغتسمحوا لي حيت غنكون مضطر انني نحدد الوقت ديال المداخلات. الا ما كانوش بزاف مداخلات نقدروا نحدوا بجوج ديال الدقائق، الا كان بزاف نديروا دقيقه فقط. اذا اللي بغى ياخذ الكلمه يتفضل ويذكر بالاسم ديالو، غير عافاكم كما قالت الكلمه راه كاين واحد العمليه في الجنب ديالي كنديروها ابراهيم الصباح. اذا عندنا عبد الله انجا، يتفضل. نعم خلاص سي عبد الله. السلام عليكم، كتسمعوني مزيان؟ نسمعوك مزيان سي عبد الله، تفضل. بارك الله فيكم وشكرا، وتحية كبيرة للجميع، ومشكورين جدا على يعني هذا العمل اللي يعطي معلومات قيمة سواء الطلبة أو الأولياء الأمور التلاميذ أو الجميع المهتمين بهذا القطاع الهام والشكل جدا. المشكل الأول، لا كي لا أطيل أدخل مباشرة في الفكرة اللي عندي، يعني كتبتها كتعليق، وهي التعليم عن بعد يقدر كتجربة كمتجربة يعني يقدروا نعملوه في التعليم العالي الجامعي، يعني يقدروا نعدلوا مع الناس ديال الطلبة، لأن الطلبة ماشي إجباري الحضور، زائد انه يعني شنو سميتو يعني الطلبه كيكونوا خدامين عندهم التزامات مهنيه، يقدر يخلي لهم فلوس باش يوفروا المدخل الان يعني الانترنت وداكشي، ويقدروا يعني يدوزوا الامتحان بشكل انجح. هذا ما عرفتوش مع من يمشي، واش مع الفريق كذا او كذا، يعني ما حيت انا ما بديتش المنظره من الاول، وقعت لي صعوبه ديال الشغل، واعتذر. وهذا يعني مداخلتي وانهي كلامي، وتحياتي للجامع وشكرا. اذا شكرا سي عبد الله على المداخله القيمه، شكرا لك ايضا على الوقوف في المناظره. ناخذ الاستاذة الممثله ديال الشاشه، تفضلي. بغيت نرجع فقط لهذه الاشكاليه اللي هي مطروحه دابا ديال التعليم عن بعد. طبيعي الحال كل حاجه عندها واحد البدايه، كما طحت في واحد السؤال ديالي، ضروري غيكونوا عراقيل، ضروري غيكونوا مشاكل، ولكن ضروري خصنا نغيروا. انا كاستاذه يعني كنا دائما كنطمحوا على اساس انه تولي عندنا دراسه مع التلاميذ عن طريق هاد الوسائل التواصل، لان كفانا من الخطاب وكفانا من الشرح ديال الدرس الطريقه القديمه والطريقه اللي قرينا عليها حنايا. خصنا ان نواكبوا التغيرات ونواكبوا يعني التطورات، ونواكبوا بزاف ديال الاشياء اللي هي يعني كاينه في الحياه ديالنا، لا اليوميه ولا التعليميه التعلميه. فانا ما يعني كنشكر المتناظرين بزاف بزاف على المجهودات اللي قاموا بها، وشرف لي انني نكون معكم، واننا ما ناخذوش يعني باستهتار هذه العمليه هذه ديال التعليم عن بعد. لماذا؟ فقط لانه ضروري غيكون تجارب، لان التجربه دائما فيها الايجابيات وفيها السلبيات. السلبيات الايجابيات كنحتفظوا بها، والسلبيات كنحاولوا نطوروها ونغيروها. فعلا كاين مشكل ديال الصبيب، وحنا عانينا منه غير دابا، وحنا كنسمعوا بعضياتنا انه كتقطع الصوت، كتمشي الصوره وكتعاود ترجع الصوره، عاود كيمشي الصوت. اذا هذه مسائل عاديه خصنا نتقبلوها، وخصنا بالعكس نشجعوا بحال هذه الاشياء هذه اللي هي ضروريه في الحياه ديالنا. بغيت نرجع لنقطه اخرى، هي انه
المجال القروي فعلا كيعاني، ما عندوش الضوء، ما عندوش الانترنت، ما عندوش بزاف الحوايج. ولكن ما نساوش على ان كاين الكتب المدرسيه الا قدروا هذوك التلمذات وهذوك التلاميذ ولا دوك الطلبه انهم يدرسوا فيها ويحللوا التمارين ديالها ويقراوا النصوص ديالها، كن على يقين استاذ انه غتكون واحد النتيجه، ما غتكونش بحال اللي تعودنا عليها في الاقسام وفي الحضور وفي الشرح وفي الملخص اللي كيتملى ويحفظوه الدراري ويجيو يعرضوه. ولكن ضروري اننا خصنا نطمحوا في واحد شويه ديال التغيير، واحد شويه ديال التطور، غير هو ما يكونش يعني غيأثر على المردوديه وعلى الاهداف اللي خصنا اننا نحققوها. وكنزيد ناكد على انه دول اخرى اللي هي في خارج يعني دول متقدمه عندهم هاد التجارب هادو، قايمين بها من سنين انهم كيحضروا الدروس التلاميذ عن طريق الانترنت، عن طريق يعني دي فيديو كونفرنس الى غير ذلك. بالتالي خصنا نشجعوا هاد الشيء ولكن نواكبوه ونحسنوا يعني التواصل ديالو ونحسنوا المردودية ديالو. بحال اللي قال واحد الاخ ان الاساتذه يعني كبار وهذا وما كانوا ما عندهمش المام وما عندهمش فعلا، لانهم سنين وهما كيدرسوا بالجداده وكيدرسوا بالملخص وكيدرسوا بالاسئله وتقييم المرحلي وتقييم اجمالي الى غير ذلك. دابا خصنا شويه ديال التطور، خصنا شويه ديال الحداثه اللي يمكن لها تواكب. وشكرا لكم والله يعاونكم، وكيشرفني انني نكون معكم. عندنا عادل بن قاسم، تفضل سي عادل. شكرا سي ابراهيم، وشكر ايضا لكل الشابات وشباب البرنامج المتوسطي، برنامج صوت الشباب المتوسطي. معكم عادل بن قاسم، عضو المجموعه الوطنيه الاستشاريه. سعيد جدا بالتفاعل معكم والتواجد معكم في هذه الندوه او في هذا اللقاء التفاعلي، في هذه المناظره التفاعليه عفوا. أنا يمكن تصنت على النقاش وتبعت مجموعة ديال المداخلات، والرهان يمكن كنشوفه أكبر من واش الاستمرارية ديال التعليم عن بعد ما بعد الجائحة ديال كورونا أو لا، لأنه خصنا نشوفه أسباب النزول. وملي كنشوفه أسباب النزول كنلقاو أنه التعليم عن بعد وجا كإجابة على واحد الظرفية اللي تفرضت على واحد مجموعة ديال الدول أنها تتفاعل مع هذا الحجر الصحي اللي غادي يكونوا ملزمين الساكنة وطبيعة حال التلاميذ والطلبة أنهم يخضعوا له. وبالتالي يعني كتعويض، كان كنهضروا على التعويض، يعني ملي كنهضروا على التعويض كنهضروا على انه هو واحد الحل مؤقت وحل اني، اي يعني ما توجدلوش وما تقددلوش الامور بالشكل اللي خصها تكون باش نتكلموا على النجاعه والفعاليه ديال هذا التعليم هذا، والامكانيه ديال انه يعوض فعلا الحصص ديال التعليم الحضوري. هذا تيسالنا وتيخلينا اننا نقولوا هل نحن يعني كمؤسسات قادرين انه ناخذ بعدا درس من هذه الجائحه ديال كورونا، انه تكون عندنا بعدا واحد الخريطه ديال المخاطر المستقبليه. هذا الفيروس هذا ديال كورونا ما هو الا واحد الجرس انذار كيقول لنا بانه العالم ديالنا هو الان مليء بالمتغيرات، يمكن يخرج شي فيروس، يمكن يخرج شي جائحه، يمكن يخرج شي حاجه في المستقبل. وبالتالي هل سنأخذ الدرس بعد من هذه الجائحة هذه؟ وبالتالي يجب أن نتوقع دائما الأسوأ، لأنه اللي كيدير إدارة المخاطر يجب أن يتوقع الأسوأ. وتقدر تكون عندنا منظومة حقيقية ديال التعليم عن بعد اللي تكون رقم واحد مساعدة ومكملة للتعليم الحضوري. وفي حال وجود أزمة لا قدر الله مثل هذه الأزمة اللي سنعيشها حاليا، يكون عندنا التعليم عن بعد هو الحل المؤقت اللي يمكن أنه يؤدي الوظيفة ديال التعليم الحضوري. كذلك خصو يسائل هذه الجائحة هذه وهذا الظرف اللي سنعيشه المنظومة ديال التعليم. دابا هذا التنوع وهذا التعدد ديال المقررات والمناهج الدراسية واللي
طرحوها واحد مجموعه ديال الاخوات والاخوان، راه ما تحققش تكافؤ الفرص بين باقي التلاميذ اللي هما الان تيتلقاو الدروس، وهذا هو اللي كيخلي واحد اللغط كبير جدا وواحد طبيعة الحال تشنج لدى بعض الاسر، لدى بعض التلاميذ اللي جروب الواتساب. حنا الثقافه هذه ما عندناش، جينا بين عشيه وضحاها صافي ولينا شعب ولا مجتمع رقمي. صعيب ناهيك على انه صدق حتى شركات الاتصالات بدون ذيك الاسماء ديالهم راه ما عبرتش على المواطنه ديالها، وبالتالي هي لم تتعبأ ولم تتفاعل اصلا مع هذه الجائحه هذه اللي كاينه، ومع انه الشعب الان هو محتاج في يعني اكثر من اي وقت مضى الصبيب انترنت اللي يتيح لها انها تتابع واحد المجموعه ديال الامور، سواء عن سواء دابا الجمعيات اللي باغا دير ندوات تفاعليه، سواء التعليم بالنسبه للتلاميذ. اذا اش غنقول لكم، نقاش ما يمكن يكون الا واحد نقطه بدايه. معول عليكم كشباب ديال برنامج صوت، يعني برنامج صوت الشباب المتوسطي، انه فعلا يمكنها واحد الورش وها واحد الملف اللي غتشتغلوا عليه في القادم الايام في علاقتكم بالسياسيين وبصناع القرار وبالحكومه، يعني تاخذوا هذا المشعل هذا وتترافعوا عليه من اجل انه يكون اقرار واحد المنظومه حقيقيه ماشي منظومه مؤقته ديال التعليم على البعد. كل الشكر لكم والشكر للمجلس الثقافي البريطاني، ونتمنى ان شاء الله نتلاقوا حضوريا حتى حنايا في القادم من الايام. شكرا. شكرا سي عبد الله. قاسم هو عضو كما قال وذكر ديال اللجنه الاستشاريه الوطنيه لصوت الشباب المتوسط. اذا نشوفوا محمد امين ستيتو، من بعد نرجع عند ليلى باش تعاود لنا المداخله ديالها. تفضل محمد. نعم شكرا ابراهيم. تحيه محمد امين ستيتو، ميسر في صوت الشباب المتوسطي، من المدربين ديال صوت الشباب المتوسطي. غير تحيه للمسير الرئيسيين، تحيه للمسؤول على البرنامج، تحيه للمدير كذلك المدير معهد بريطاني مدير مجلس الثقافي البريطاني. شكرا لكل المتناظرين وكل الحضور. اولا كيف ما كيقول مثلا المناسبه شرط، المناسبه اليوم هي كورونا وليست بمناسبة، بل هي بمناسبة سيئة، هي اللي ثبتنا أننا نكونوا نفتحوا هذا النقاش، أنه النقاش ديال استمرارية التعليم ما بعد هذه الأزمة، لأنه ماشي بالسهولة كيف ما قال مجموعة الزملاء أنها وزارة التعليم أنها تقوم لنا بهذه المسألة ديال التعليم عن بعد. لكن جات ارتجالية، جات فجأة، غير انها ربما حققت واحد النوع من النجاح كما جاء على لسان الوزير مؤخرا، قال لي مؤخرا في اللقاء ديالو في احد القنوات التلفزيونيه وزير التعليم، بانه قال لك المنصات ديال التعليم عن بعد كيدخلها 600,000 واحد، في حين انه عدد المتمدرسين هو شي جوج تقريبا ما يساوي جوج المليون متمدرس. انا يعني كنشوفوا بانها حاليا غير ناجحه وما قدرناش نعموها على الجميع. لكن مع المدى البعيد او المدى المتوسط يمكن ذلك من خلال مؤسسة العمل، من خلال ادراج جميع الفرقاء واشراكهم في هذه الاستراتيجيه، لانه ما يمكنش حنا دابا المشكل اللي عندنا هو اننا كنعتمدوا السياسه من الفوق، انه كنجوا من الفوق، لكن اليوم خاصنا نعتمدوا السياسه من تحت، اي اشراك اول هو اول واحد اللي هو الفاعل في العمليه التعليميه هو المعلم، اي يجب ادراج بعدا اولا تكوينه في المجال الرقمي، تكوينه على مستوى التكنولوجيات، لانه كيف ما قال الاخ حمزه وقالت الاستاذه انه راه كاين عندنا واحد المشكل ديال عدم مواكبه المعلم للتكنولوجيات الحاليه. اضافه على ذلك ادراج جميع الشركاء، الان كنشوفوا بعد المجالس المنتخبه انهم كيقوموا لنا بعد مجموعه العمليات كمجلس مثلا على ابسط مثال مجلس اقليمي سيدي افني، حاول يفرق واحد مجموعه من اللوحات الالكترونيه على تلاميذ البكالوريا السنه الثانيه بكالوريا باشتراك بالانترنت. هذا كيدل على انه كاين رغبه على التعليم عن بعد، كاين طموح، كاين هذا، لكن خاص غير مؤسسه العمل، ادراج الفرقاء، إدراج جميع المشاركين في هذه العملية، المتابعة ديالها. جمعية تقنية من النسائية بمدينة مدار كندر إقليم صفرو،
شكرا بدا على هذا الموضوع الجد رائع اللي كما قال الاخ قبل المناسبه شرط. شكرا للحضور ميسين زعما كفاش غني جدا. وبالنسبه للراي ديالنا حنايا زعما كفاعلين جمعويين اللي كنعيشوا تجارب من هذا النوع هذا بالخصوص برنامج الجديد الفصل الثاني الجديد عانينا الكثير مازال كنعانيو على اساس ان هاد التلامذه هادو خصهم يكملوا قرايتهم وخصهم يدوزوا الامتحانات الاشهاديه ديالهم حيت الاغلبيه ديالهم عندهم استاذ ابتدائي وعندهم ثالثه اعدادي وبالتالي ديما الحجاج انهم ما عندهمش كونيكسيون ما عندهمش لو ريزو ما عندهمش كنضطروا ان نديروا حلول بديله مثلا مؤخرا درنا لهم حنا كونيكسيون خصنا مصاريف تسير للجميع نقدروا نوفروا لهم كونيكسيون إذ بين بعد واحد يومين اولا ثلاث ايام تيقول لك عطلات لهم الكونيكسيون حيت كاين واحد لوبيراتور اللي يلاه تيعطي 2 جيجا لمده لي دو اوبيراتور الاخرين تيعطي مده ليميتي لمده شهرين يعني حتى شركه الاتصال ما عاوناتش في هذا التكوين البعد مازال ما دارت حتى شي حاجه الباب في القضيه هذه. حنا ماشي ضد التكوين عن بعد بالعكس هو التكوين عن بعد كان ولا زال حاضر دائما هو مكمل الحضوري كنهضروا على التكوين عن بعد نقولوا حتى التكوين الذاتي الا ما كانش عندنا تكوين ذاتي تيكون لقاءات مع اساتذه مع محاضرين مع يعني ضروري لابد منه ضروري غير هو تيبقى مكمل اما التكوين الحضوري فلا بد منه ما يمكنش يتحيد حتى واش كنقولوا العلاقه ما بين الاستاذ والتلميذ تهضروا مع التلاميذ في الواتساب والفيسبوك تيقدر يقول لك انا حاضر ومن بعد حتى يمشي ما تعرفوش واش فعلا حاضر ولا ما حاضرش يقدر من دراجة داك الفيديو والاوديوات لا يعني ما تعرفوش شنو كيدير. زيد حاجه وحده اخرى اننا لا يعقل ان الاستاذ تنهضروا على المقوله اللي حاليا كاينه تناقش في المناظره يعني من بعد غيبقى التكوين عن بعد موازي للتكوين الحضوري راه ما يمكنش الاستاذ يكون تيخدم جوج ديال لي طاش جوج ديال الحوايج تكوين حضوري وتكوين عن بعد وبالتالي يا اما خصو يتخلص واما لتطوع حدود غيتطوع في واحد الوقيته واحد الوقيته غادي يوقف او اللي يقدر تكون الجوده ديال الاداء ديالو راديه. على المدى البعيد تنقول ليه ممكن يكون تكوين عن بعد ونلتزموا به ويكون هو يا اساسي ولكن اهم حاجه خاص يكون تجهيز وتاهيل ديال البنيات التحتيه. جات في الاراء ديال المتناظرين كاينين قرى اللي مازال ما وصلهمش الضوء وعاد نهضروا على الريزو وعاد نهضروا على الانترنت يعني كنهضر سيغتو على التجربه ديالنا حنايا في اقليم صفر اللي هو اقليم شبه قراوي وحاليا في صور الدروس المصوره كاين اساتذه متطوعين وفاعلين جمعويين متطوعين يعني ما كامل هادشي في التطوع ولكن فاش يولي الزامي يعني غير خص يكون كيتخلص عليه او لا. سمحوا لي لا طولت عليكم بزاف. شكرا ليلى الله يبارك. اذا شكرا لك غير قبل ما نختموا عندنا مداخله اخيره ديال لميا الشاوي. السلام عليكم. لميا الشاوي ميسره في برنامج صوت الشباب المتوسط. فانا في نظري كنهضر دابا على شي حاجه جديده على التعليم يعني عن بعد ولا الرقمي يعني شي حاجه اللي جديده وجات في واحد الظرفيه بواحد الطريقه اللي ما كانتش مدروسه من قبل. الا نقولوا في الظرف ديال كورونا جينا في لوبليغاسيون ديال اننا نحبسوا المدارس بشكل ارتجالي تداروا بعض لي زينيشاتيف اللي كانوا زوينين واللي باش 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 اننا نواجهوا هاد الظرفيه يعني باش اننا نحكموا على التعليم الرقمي بناء على هاد التجربه اللي هي جات بواحد الشكل اللي ما كانش مبرمج من قبل كنظلموه شي شويه. سي فري كو كاينين اكراهات كما قالوا ديال التغطيه ديال الشبكه ديال الانترنت ديال المجال القروي وكاين اكراهات بزاف ولكن فاش كنهضروا على واحد يكون عندنا تعليم رقمي بالموازات مع التعليم الحضوري يعني كنهضروا على واحد لو بروغرام اللي غيدار الا غيدار بواحد الشكل تدريجي وبواحد الشكل اللي يكون مدروس بشكل اننا نقدروا نواجهوا هاد الاكراهات. دابا حنا عندنا الامتياز اننا
تجرب هذا التعليم على أرض الواقع وبانوا الإكراهات اللي فيه. يعني في حال زعما في حال غيتبنى هذا القرار غادي نكونوا غادي كنعالجوا واحد الإكراهات اللي ديجا شفناهم وعرفناهم. دونك هذه هي الفكرة اللي بغيت نقول، أنه زعما أي حاجة جديدة ضروري ما كتجيش بسهولة. ودابا عندنا كما قال تقبيلة أمين ما غنمشيوش بشكل أفقي، بشكل بلوتو من الفوق لتحت، ولكن عندنا واحد الأرضية وشفنا التجربة على أرض الواقع أشنو دارت. يعني ممكن أننا هتطور بشكل تدريجي وبشكل أنه يتعالجوا هاد الإكراهات اللي شفناهم على أرض الواقع، باش أنه بالفوا يدار التعليم الرقمي يكون كيعاون التعليم الحضوري وكيدعمه بكتر ما أنه يكون غير بشكل زعما بيكون عنده إيجابيات بشكل أكبر. شكرا. إذن شكرا لميا، شكرا للإخوان والأخوات اللي شاركوا في المناظرة، المؤثرين والمؤثرات ديال برنامج صوت شباب المتوسطي، شكرا غزلان العشير عن المجلس الثقافي البريطاني، شكرا لجميع الحاضرين والحاضرات، شكرا أيضا لأعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لصوت شباب المتوسطي، شكرا لكم على المساهمة في هذا النقاش ديال التعليم عن بعد في إطار مناظرة يعني هذه الأمسية اللي كتأيد أن يبقى التعليم عن بعد في المغرب بالموازاة مع التعليم الحضوري بعد وباء كورونا. المناظرات الرقمية مازال مستمرة، موعدنا الأسبوع المقبل مع مناظرة باللغة الإنجليزية. شكرا لكم وأمسية سعيدة للجميع.